اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اول حاجه في الفيسبوك ماركتنج، البدايه بتاعتك عشان تقدر تعمل اعلانات وتظهر لناس بره النتورك بتاعتك، وهي كرييشن البيج او انشاء صفحه. انت كلنا في البدايه هبقى عندنا بيرسونال بروفايل، اكونت شخصي عادي، ده من عليه ما تقدرش تعمل اي حاجه بره النتورك بتاعتك، يعني اي حاجه، اي ايفنت هتعمله، اي برودكت هتنزله هتبقى في النتورك الخاصه بيك. اي حاجه بره النتورك عشان تظهر لناس جديده في بلد جديده باستهداف محدد لازم تبتدي تنشئ صفحه او كرييت البيج. ده شكل البروفايل العادي خالص بتاعنا، تمام. هتخش على الهوم، من تحت كده هتلاقي كرييت البيج، انشاء الصفحه. ساعات بتبقى هنا فوق، ايا كانت غير مكانها بقى في اي مكان، لان على طول الموضوع فيه ابديتس، عشان كده يعني مش عايزين نحفظ اماكن الحاجه، احنا نحفظ الطريقه بس بتاعت الموضوع نفسه. فهنكرييت البيج، انشاء صفحه، لو بالعربي هتلاقي برضو انشاء صفحه، بزنس او براند، شركه ولا براند ولا حاجه مجتمعيه او شخص، ماشي. هناخد هنا بزنس، هنكتب اسم الصفحة او اسم البيزنس الخاص، ايجيبت مثلا، UAE مثلا، اي تسمية. الكاتيجوري، الفئة اللي انت بتعمل فيها البيزنس بتاعك، هنا مثلا هنقول education، تمام. هتروح على طول عامل continue، استكمال، على طول بقى بيطلب منك تابلود البروفايل بيكتشر، تعمل صورة البروفايل بتاعت البيج بتاعت الصفحة. ناخد اي صورة، تمام. طبعا الدايمنشنز، الابعاد والكلام ده كله هنتكلم عليه، او هنبعت صورة فيها كل الابعاد المطلوبة. برضو الكفر، صورة الغلاف تعتبر بتاعت البيج، برضو ليها دايمنشنز معينة لازم نلتزم بيها عشان الريزوليوشن كمان. واهم حاجة تاخد بالك كمان من الجزء اللي في النص، لازم يبقى فيه الكلام بتاعك موجود في الجزء اللي في النص عشان الموبايل، عشان الموضوع يبقى ظاهر في الموبايل. احنا عرفنا ان معظم الناس بتدخل على السوشيال ميديا دلوقتي من الموبايل، او الكفر المفروض يعني يظهر هنا. هتختاره اهي الصورة اللي احنا نزلناها، وبتعمل دراجنج زي ما قلنا في يعني منطقة آمنة للموبايل، غالبا هي بتبقى المنطقة اللي في النص دي اللي بنعلم عليها دي، يعني حاول اي مسج تحطها، اي حاجة عايزة تظهر تكون في الحتة دي. وبرده وانت بتقول للديزاينر، او لو انت بتعمل الديزاين تبقى واخد بالك من الموضوع ده. وممكن تستخدم برنامج ادوبي سبارك اللي اتكلمنا عنه، تديله ان انا عايز اعمل كفر، هيديك الدايمنشنز بتاعتها على طول. كده انت عندك الصفحة، خلاص الموضوع بقى واضح بالنسبة لك، بقى عندك الصفحة ظاهرة ولايف، خلاص كل الناس تقدر تشوفها. دي البروفايل بيكتشر زي ما قلنا، وهنا الكفر فوتو. الصفحة بقى عندك على الشمال عمود كده، كولم، في كل الاسيتس او الحاجات اللي جوه الصفحه، سواء لو انت عامل ايفنتس، الريفيوز بتاعت الناس، الاباوت، تفاصيل الصفحه، الفيديوز، الفوتوز، البوستس بتاعتك وعايز تعمل سيرش فيها، الكوميونتي، اي حد عمل منشن، عمل تشيك ان في الصفحه بتاعتك، كتب على الوول، هتلاقيها في الجزئيه دي. معلومات إضافية والإعلانات اللي انت عاملها، وخلي بالك دي موجودة في أي بيج، تقدر تدخل عليها تشوف الإعلانات. ده من ضمن الأبديتس يعني في السنة الأخيرة، انك تقدر تشوف الصفحة دي عاملة إعلانات ايه، مع ان في طريقة برضو أخرى ممكن ما تخليكش تظهر كل إعلاناتك، انا بنتكلم عنها، وده هيبقى ظاهر ليك انت بس انه عايز تعمل بروموت أو ترويج للصفحة، أو تعمل إديت أو إدارة للإعلانات بتاعتك. ده العمود الكولم الاولاني. في كولم تاني او رو تاني صف، في برضو تفاصيل مهمة، اهمها طبعا السيتنجز، الاعدادات بتاعتك، والانبوكس، الرسائل، نوتيفيكيشن، الاشعارات كلها تبقى هنا، الانسايتس، كل المعلومات او كل الماتريكس، تفاصيل الصفحة من لايكس، من شير، من غيره، هتبقى هنا وهنتكلم عليها مرة لوحدها. Publishing Tools، ادوات النشر، ايه تاني ممكن اعمله في الصفحة بتاعتي، وهنتكلم عليه دلوقتي حالا. المهم بعد ما نكمل الصفحة هنزود هنا بطن، زرار call to action، من اهم الحاجات، عايز الناس تتواصل معايا بسرعة ازاي لو واحد ما عندوش وقت يبص في كل التفاصيل، او انا عايزه ياخد اكشن سريع، عايزه ايه غالبا، يا contact me، يتواصل معايا، يا يحجز معايا، يعرف اكتر،
يشتري من عندي او داونلود الابليكيشن حسب نوع البيزنس بتاعي. نقول كونتاكت يتواصل معاك مباشرة، لو عايز احط رقم تليفون مثلا فهقول له كول ناو، اتصل، هتروح حاطط رقم التليفون بتاعك مثلا لو انت في مصر ايجيبت، تمام، وايه، وتحط رقم التليفون الخاص بيك، خلاص، وسيف كده، خلاص عملت الكول باتون، الكول ناو باتون بتاعي ايا كان. ف لطيف، ممكن تعمل تيست لو انت من على الموبايل وتغير او تمسحه او تعمل له اعلان، يعني كل التفاصيل برضو من هنا، وهنشوف بنستخدمه منين تاني ممكن نعمل له اعلان كده. خلاص ده كده الشكل الطبيعي. محتاج بقى تزود تفاصيل البيزنس بتاعك، هتخش على اباوت، ضيف اليوزر نيم بتاعك، اسمه مميز شوية اللي بيبقى ظاهر هنا واللي يخلي الناس تقدر توصل للبيج اسرع، بس بيتاكتف بشكل اقوى بعد ما بتعدي برضو عدد لايكات معين، يعني انتظر لما الصفحة تتحرك شوية. بتكتب بقى بداية الشغل بتاعك امتى، ايه الميشن المهمة بتاعت الشركة، التليفون، الاباوت بتاعك بقى، تفاصيل اكتر عن ديسكريبشن، لو عندك جوائز، المنتجات، كل التفاصيل الممكنة بتحطها هنا. الستوري، القصة بتاعتك، عايز تكتب شوية تفاصيل، بدأت امتى، حاجات من دي، بتحط صورة وبتحط برضو معلومات اكتر عن الستوري، بتبقى ظاهرة في اول الصفحة عندك. البيج انفو بقى، تفاصيل البيزنس بشكل اقوى من عنوان وغيره وموقع وادوات اتصال بتفصيل اكتر، من اهمها طبعا العنوان، بتكتب العنوان عادي، ويفضل طبعا ان انت بقى تخش بنفسك تحط الخريطة بشكل اوضح، يعني تتأكد ان المكان بتاعك محطوط صح. تخش هنا في مصر مثلا وتعمل زوم، ايوه، وتدور على المكان بتاعك وتضيفه بالتفصيل، تمام، يعني هنا اهو، لو هنقول هليوبلس اهي هليوبلس، تدخل بقى يعني ان كيس ان لو حد برضو هيجي عليه كدايركشن او كده يكون برضو التفصيل واضح، فهتدور عليه يعني خلاصة، وتضيفه وتكتب العنوان بالظبط وتعمل سيف. الاورز بتاعت الشغل بتاعك امتى وايام الشغل، امبريسم ده لو انت حاجه قانونيه او الاونر شيب، مين اللي صاحب الصفحه وبيعمل ايه والكلام ده، ده بيبقى اجباري في بعض الدول، عندنا في مصر مش اجباري فمش اشكال. والاوفر فيو والكلام ده كله نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه في الاول في الجنرال، حتى بره هنا برضو ممكن تخش تضيفه من جوه. فكده خلاص حطيت الديتيلز بتاعت الصفحه وحطيت كل التفاصيل، وبقت عندك الصفحة جاهزة للاستخدام على طول. عندك برضو هنخش مثلا ممكن تحتاج ايه، تخش على السيتنجز، على الاعدادات، على الاعدادات معظمها هتسيبها على الديفولت، مش هتغير حاجة، لكن ممكن مثلا في جزء البيج رولز لو عايز تضيف حد، اضافة حد من يعني ادمن او غيره، هتضيف، هتلاقي اسمه بيطلع هنا، هتشوف بقى ادمن ولا اديتور ولا مديريتور ولا ادفرتايزر ولا اناليست. يفضل طبعا ما تعملش حد ادمن غير لو هو شريك او حد يعني ثقة تامة، لان ممكن يشيل الصفحة، ممكن يشيلك انت شخصيا، بيبقى عنده تحكم كامل، فلو حد مش شريك ليك او كده تحطه اديتور، بيبقى عنده تقريبا كل الفانكشنز ما عدا بعض الحاجات، برضو هنبعت فرق الدقيق ما بينهم. مديريتور اقل يعني، اقل طبعا صلاحيات، غالبا بيعمل برضو بس ردود على التعليقات والاعلانات. الادفيرتايزر بس بيشتغل اعلانات فقط، ما بيعملش تعليقات ولا اي حاجه. الاناليست ده بيراقب بس الانسايتس وممكن الاعلانات، انسايتس الاعلانات، لكن ما بيدخلش ولا بيعمل اديت ولا اي حاجه، فبتشوف انت الشكل الانسب ليك. ده تقريبا دي الحاجة اللي انت محتاج تعمل لها ايديت من هنا. بقية الحاجات ممكن انستجرام، طبعا لو هتضيف انستجرام من هنا او من انستجرام، بتعمل لوج ان وتضيف الاكونت بتاع انستجرام، احنا عارفين ان فيسبوك وانستجرام هما بنفس الاعلانات، تقدر تشتغل على ده او على ده، مفيش اي مشكلة خالص. السبورت انبوكس لو عايز، لو هيجيلك مسج، لو عايز يتواصلوا معاك هيبعتوا لك من هنا، او انت تخش على الهيلب برضو وتشتغل من هناك. دي مينلي اللي انت هتحتاجه من جزء
السيتنجز. طيب ايه تاني عندك؟ طبعا الانبوكس رقم 2 حاجة مهمة جدا، الانبوكس بتاعك الرسائل بتاعتك اللي هتجيلك على الصفحة بتخش تشوفها من هنا تمام. فهنا بقى لو حد قدم ابليكيشن او عمل فيدباك او كده ممكن تحط له ريسبونس اوتوماتيك في لحظتها تمام. لكن لو عايز بقى تعمل اوتوماتيك ريبلاي بشكل لكل المسجز هنخش نعمله برضو من السيتنجز تمام. السيتنجز والمسجنج الردود على اي بقى مسج تجيلك عايز تحط اوتوماتيك ريبلاي عليها اهو. تعمله اون وتروح حاطط المسج مثلا هاي، وحطيت لك هنا حاجه بس تعالى نعمل مستر، وهنا بقى ممكن تخليه يضيف لك اسم الشخص اللي هيرد عليك كبرسوناليزيشن. قلنا من ضمن حاجات اللطيفه في الفيسبوك ان هو يعمل كاستمايزيشن للشخص نفسه. وي ار نوت افيلبل او بلاش وي ار نوت افيلبل ناو وي ويل كونتاكت يو سون مثلا، يعني اي تفاصيل كده. طبعا يعني يفضل تكتب حاجة افضل بس احنا بس عشان نشوف الكونسبت بتاعنا. خلاص كده اي حد هيبعت مسج هتجيله الرسالة دي مباشرة تمام. دي يعني هي دي المفضلة بس اللي نحطها كبداية برضو عشان ما يبقاش في يعني رغي كتير في الموضوع. فكده خلاص عملنا الصفحة وعملنا الاوتوماتيك ريبلاي للمسجز، خلاص اوتوماتيك الناس هيجيلها. حطينا الكول تو اكشن بقى عندنا الصفحة جاهزة، هنعمل اي بوست من هنا على طول اوتوماتيك للبيج بقى اي شكل بقى، فوتو فيديو حط برودكت لو ليك مايلستون دي لو انا عمل وصلت لحاجة كبيرة في الشركة او في عايز ابروزها يعني واظهرها. حط الدايركشن، حط الخريطه، بول ده اللي هو اسال الناس اسئله واخد رايهم او اعمل زي استطلاع راي، اسئله واجابات ليست معينه هكتبها يعني زي البوست العادي بتاعتك اللايف من هنا، عايز تعمل ايفنت من هنا، عايز تحط اوفر من هنا واتيفر. خلاص مجرد ما هتضيفه هيبقى ظاهر لكل الناس في الصفحه عندك. طيب عندنا ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ قلنا النوتيفيكيشن هنا الانسايتس كل بقى التفاصيل نبص عليها بصة، مش هيبقى عندك طبعا تفاصيل هنا لسه ما عملتش لايكس او حاجة، كل مين اللي دخل على الصفحة الريتش الوصول اللايكات الفيديوز الفولورز بتوعك الانجيجمنت التفاعل لو الاوردر بتاعتك بتمانج كل حاجة، عدد البوست بتاعتك البيجز دي حتة مهمة جدا، الصفحات اللي انت تعمل لها مونيتورنج. كنا اتكلمنا في السوشيال ميديا لازم يبقى مونيتورنج، انا ممكن اضيف حاجه من فيس ووتش على الفيسبوك، فهنا هضيف اي صفحه مش شرط تبقى بتاعتي لو هعمل لها تراكنج تودو مثلا لو انا ليها علاقه بالموضوع. بصوا هنا بيطلب منك 4 في اول مره، عايز احط بيبسي طبعا. هنا هتحط الكومبيتيتور بتوعك، انا بحط لك حاجات جنرال كده بس ايه كوكاكولا مثلا اي، حط عمرو دياب اي حاجة اي حد حابب تحطه اي بقى مسمى مش هتفرق، تكمل بس فيسبوك نفسه ماشي نشوف التطور بتاعه ماشي. وهتعمل دان هيظهر لك بقى هنا ايه الانجيج التوتال لايكس بتاعته زاد قد ايه في الاسبوع اللي فات، البوستات في الاسبوع ده قد ايه، والانجيجمنت بتاعه التفاعل بتاعه قد ايه. ده مهم جدا لما تحط بقى الكومبيتيتورز بتوعك هتشوف التفاصيل دي كلها هنا. بعد كده بقى الاعلانات اللايكات تفصيل اكتر، الريتش الوصول هنتكلم على الموضوع ده بقى في الاوبتمايزيشن بتاع الفيسبوك والتراكنج بتاع الفيسبوك في فيديو تاني. حاجة اخيرة بقى هنضيفها موضوع الببلشنج تولز ادوات النشر، ايه الجديد اللي فيها او ايه المختلف اللي ممكن اعمله. طبعا عندي البوست بتاعتي هنا في البيج، عندك في حاجة اسمها سكيدولد بوست، انت البوست مش شرط تضيفه
يعني تخليه يظهر دلوقتي، ممكن تعمله بشكل اوتوماتيك ان هو يظهر قدام في اسبوع قدام، يوم تاني، في ساعة تانية، وده طبعا يساعدك جدا في الايديتوريال كالندر. يعني انت ممكن تعمل بوست الشهر كله مرة واحدة او الاسبوع كله مرة واحدة وتخليها في سكيدول، فهنا بيوريها لك. ولو عايز تضيف حاجة او تغير حاجة هنا الدرافت، لو اشتغلت على بوست ولسه ما نزلتوش، مش عايز تنزله برضو دلوقتي ولسه هتعدل عليه، فبتحطه في الدرافت يعني في الحاجات اللي لسه ما انتهتش. الفيديوهات هتبقى تفاصيلها كلها هنا. لو عايز تضيف، لو حد ضافك على فيديو تقدر تشارك معاه فيه، موجود هنا برضو. براندد كونتنت، هنا بقى في براندد كونتنت ده انت ممكن بتضيف بعض البيجز، لو عندك بيج تانية بتاعتك او بيج بتاعت زميل او سبونسر ليك، ازاي بدل ما بتعمل له منشن بتعمل له منشن عادي، تعمل له البوست مشترك بحيث هو يقدر يعمل له اعلانات وانت تقدر تعمل له اعلانات، فبتبقى في البراندد كونتنت، هنشرحها لوحدها في مرة تانية. الحتت بقى المهمة هنا الليدز، قلنا انت ممكن تعمل ابلكيشن في الفيسبوك واعلانات للابلكيشن دايركت من خلال الفيسبوك، فهنا بتعمل الفورم او الابلكيشن الاستمارة اللي هتستخدمها في الاعلان من الليدز ادز. قلنا ليدز ادز اهي، الفورم بقى اللي هتعملها موضوع سامبل جدا، كرييت، انشاء، هتعمل فورم جديدة، نكست. هتشوف بقى عايز يبقى الموضوع سهل جدا يعني كويك ان هو ياخد الموضوع اوتوماتيك ويدخل، ولا لا عايز الاول يبقى في خطوة زيادة يعمل لها كونفيرم. انا بفضل طبعا دي الهاير انتنت عشان تتأكد ان هو مهتم، لان هنا لما تعمل الخاصية دي ممكن واحد يدوس على الزرار بالغلط تروح البيانات رايحة لك وانت تدوش نفسك بيه على الفاضي، فبفضل انك تختار دي دايما. هنا الانترودكشن عايزها او مش عايزها، ماشي، عايزها تكتب كلمتين هنا ويلكم مثلا او ثانكس فور يور انترست، اي حاجة يعني، دي دامي بس كده خلاص هتطلع هنا. اي حاجة بتضيفها بتطلع هنا. ابلود للفوتو، عايز تضيف فوتو هنا فوق، هتضيف اي صورة، تمام، بحيث تكستمايز الفورم بتاعتك، وممكن تخليه يختار من الاعلان اللي انت مستخدمه، بس يعني خليها كاستمايزد اكتر. هتكتب ايه؟ ساين اب ناو مثلا، او انجوي اوفر، اي حاجه. شوف اللي بنكتبه بيظهر على طول. الاسئله انت محتاجه يكتب ايه؟ ايميل والفول نيم، دول اللي هما اوتوماتيك. لا انا عايزه كمان يكتب مثلا الجوب تايتل بتاعه، ماشي، عايزه يكتب السيتي، اوكي، عايز الفول نمبر، اوكي، وده الفيسبوك بيضيفها اوتوماتيك لما العميل يجي يعمل كليك. طب عايز اضيف سؤال محدد خاص بيا، ماشي، ضيف مثلا can we contact you، اي حاجة، وحط الاجابات yes، دوس انتر، نو، دوس، هيظهر اهو السؤال وهو هيختار منه كذا او كذا. ممتاز جدا. خش على بعدها privacy policy، دي حاجة مهمة برضو هنا، اللي هي زي الخصوصية، سياسة الخصوصية، لازم تحط له لينك في سياسة الخصوصية بتاعت الموقع دي لحماية العملاء يعني، وان انت البيانات بتاعته محفوظة. يفضل طبعا تكون ضايفها على الموقع بتاعك وضايفها له هنا عشان الفادز زي ما قلنا، او الفيرز والانسرتينيتيز والداوتس بتاعت العميل ما تبقاش فيها مشكلة، وتكتب له مثلا ان احنا وي ويل نوت يوز الداتا بتاعتك في حاجه فيها مشكله. هنا دي الريفيو سكرين، ان هو العميل قبل ما يدوس الاوكي في الاخر هيظهر له يقول له تمام انت كده دي بياناتك، اوكي، ندوس اوكي خلاص. ثانك يو مسج، اخر صفحه بقى بتزود عليها الويب سايت بتاعك مثلا، وتروح حاطط الويب سايت بتاعك عشان العميل يوصل لك من خلاله، بيبقى حاجه لطيفه. وخلاص خلصت كل الكلام ده، بتروح في الاخر عامل سيف، ولو في مشكلة هيظهرها لك، يقول لك ناقصك حاجة معينة، غالبا هتلاقي نفسك ناسي تحط لينك او حاجة، هتدوس فينيش، كله تمام خلاص كده. هتعمل ريفريش، هتظهر الفورم في الحتة دي، والمفروض كنا نسميها برضو اسم مميز بحيث لما يبقى عندك فورمز كتير ما يحصلش اي لخبطة. فبعد ما عملنا الريفريش اهو تلاقيها هتظهر هنا، اهي فورم موجود اللي احنا عملناها، ما فيهاش اي مشكلة خالص، واهي شكلها العام هنا
بتضيف الحاجة اوتوماتيك، وطبعا هي على الموبايل بتكون شكلها افضل بكتير. خلاص كده بعد كده لما تعمل الاعلان هيظهر لك الفورمز دي، تختار الفورم اللي انت عايز تعمل لها اعلان، الليدز اللي هتجيلك، الابليكيشنز اللي هتجيلك تعمل لها داونلود من هنا. طبعا ممكن نعمل لينك مع برنامج، لو انا عندي برنامج معين بحيث ينزل لي الحاجات دي اوتوماتيك على جوجل شيت مثلا او كده، بس خليها دي خطوة قدام، خلينا بس في الاساسيات دلوقتي. فاي حاجات هتجيلك هتعملها داونلود من هنا. في النهاية الشوب لو انت عندك برودكتس هتعمل التفاصيل بتاعتها من هنا، هتلاقي الاوردرز عندك هنا بعد ما نضيف البرودكت بتاعتنا. البروموشن ممكن تعمل بروموشن من هنا او من هنا، دي برضو ثابتة معانا. الاهم حاجة بقى في الاخر الانستنت اكسبيرينس او الكانفاس، ده نوع بيستخدم في الاعلانات. باختصار كأنك عملت لاندنج بيج او كأنك عملت صفحة للويب سايت الفيسبوك، زي ما قلنا هو الرؤية بتاعته ان هو يغنيك عن اي حاجة. فلو انت عايز تعمل صفحة هبوط شكلها حلو غير البيج بتاعتي، عايز احط صفحة فيها بقى فيديو، تمام، بتضيف فيديو وفيها الفورم من اللي انا عملتهم، فيها باتون زرار في النص، فيها كاروسل او كاروسل او البوم معين عايز اضيفه او اضيف صور بشكل لطيف. شوف هنا دي في النهاية ده بيبقى شكل النهائي بتاعها، صفحة واحدة فيها فيديو وفيها صور وفيها كلام في النص، كأنك عملت بيج كاملة. ممكن مرة نبقى نعملها بتفصيل اكتر، كأنك عملت ويب سايت بيج، ومجرد ما هيعمل كليك بتدخله عليها والموضوع بيبقى مميز جدا. فدي نوع من الاعلانات برضو، عشان لما نيجي نتكلم عليه تبقى عارف بعمل الموضوع ده منين. وفي برضو من جوه الادز مانجر وانت بتعمل اعلان بيضيف لك ليها تمبلت، حاجة ثابتة كده وانت تعدل عليها. طبعا مش هيرضى يعمل سيف لان احنا لسه ما عملناش حاجة جواها، لكن بعد ما بتخلصها وتعمل سيف بتبقى جاهزة عندك برضو وبتسميها. تمام، ده كده بشكل عام البيج بتاعتك وايه اللي ممكن تستفيد بيه وايه اللي ممكن تستخدمه بشكل اوضح يعني او اقوى. نيجي بعد كده لو انت عايز تعمل اخر حاجة بقى هنتكلم عنها، طبعا هنا في حاجة جديدة شوية اسمها بيج كواليتي، بيحط لك فيها لو انت عندك اي مشاكل في الكوبي رايتنج مثلا، خدت فيديو من حد وحد عمل عليه ابيلينج او كده، بتبتدي تظهر هنا يعني، او ريفيوهات مش كويسة او نوت او ريكومنديشن نيجاتيف او كده بتظهر هنا. ومع كل ما هتزيد بعد كده هيبقى فيه زي عقوبات، بس لسه مش واضح ايه الستايل اللي ماشي عليه. في النهاية بقى لو انت عايز تضيف البرودكتس بتاعتك وعايز تحط الماركت او الشوب، بتيجي على السيتنجز في التمبلتس اند تابس، التابس دي اللي هي بتبقى موجودة على الشمال اللي قلنا عنها، اللي هي هتلاقيها مثلا هتظهر التابس اللي موجودة عندك في الصفحة دلوقتي. عندك هنا الايفنت الريفيوز، تقدر تشيل وتحط حاجات اللي انت عايزها. انت ممكن تضيف تاب، تضيف مثلا الشوب، وتضيف السيرفيسز لو عندك سيرفيسز. تمام، فكده هيظهر بعد ما هتطلع هتلاقيه ظهر عندك على الشمال هنا اهو الشوب بتاعك. مهم جدا الشوب ده لاي حد اهو عايز تعمل سيت اب للشوب سيكشن، هتعمل اجري وتضيف اي حد عنده برودكتس فيزيكال، مهم جدا عايز مسج ولا يطلع على ويب سايت، خلينا جوه الموقع بالمصري ولا بعملة تانية، خلينا بالمصري. كده هتكرييت الشوب بتاعك وتبتدي تضيف البرودكتس. وخلي بالك بقى وانت بتضيف البرودكت، هو على فكرة عن فيسبوك بيقعد يقول لك كل التفاصيل، تحط صورة واضحة، ما تحطش حاجة من بعيد، حاجة فيها اي لخبطة، اي حاجة من دي يعني. مثلا لو انت بتبيع برجر اي حاجة برضو تروح ضايفه مثلا كده، بس احنا مش بنبيع برجر دلوقتي، بس ماشي هضيفه. استخدم الفوتو دي وتروح حاطط السعر، برجر مثلا، برجر ميل اي حاجة، سعر 50، ديسكريبشن توصفه بقى وان ساندويتش يعني اي حاجة، بلس فرايز
والشير ولا الشير على الصفحة ولا لا، موجود في الستوك ولا لا، ممكن تضيف اي اوبشن او سايز او الوان او حاجات من دي، وبعد كده تعمل سيف هيظهر في السكشن بتاعك هنا بسهولة جدا، وكل البرودكتس تقدر تقسمها وكل حاجة. يعني البرودكتس سيكشن ده هيفيدنا جدا بعد كده في الاعلانات، لو انت عندك برودكتس هيبقى حاجة مهمة جدا، لو حد عميل دخل عمل كليك على برودكت معين وما اشتريهوش تعرف تتارجته بنفس البرودكت تاني، فهيبقى عامل مهم جدا. خلاص كده ده جزء اي حاجة ممكن تحتاجها في البيج بتاعتك هنا خلاص اتكلمنا عنه. فاضل برضو السيرفيسز، يعني دي امكانياتها او الفيتشرز بتاعتها اقل من الشوب شوية، بس برضو لو عايز تحدد السيرفيسز بتاعتك او الخدمات، لو انت بتقدم خدمة الخدمات بتاعتك بشكل واضح شوية للعملاء، بتضيف في التاب بتاع السيرفيسز بتاعنا هنا خلاص نفس الحركة بتاعت الشوب بالظبط، هتروح ضايف السيرفيس بتاعتك وسعرها لو حابب، اوبشن هنا اوبشنال، والوصف بتاعه والديوريشن بتاعت الميعاد، كل اللي انت عايزه صورة whatever، وتطلع لك برضو على التاب اللي هنا، وانت حتى الترتيب ممكن تحط التاب دي فوق وهكذا زي ما قلنا من جوه التابس. ده كده سريعا ايه اللي ممكن تحتاجه في البيج، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم بقى على الاعلانات البروموشن سواء من الصفحة او من خلال الادز مانجر. شكرا لكم.